الكيلومترات مباشرة مع المركز الأول ومع صدارة الشوط ومع المقدمة. الله، القوة والإثارة والتحدي، القوة والإثارة والفوز. ناصي ناصي ناصي، الزفنه الواصل، الزفنه المنطلق بن مسلم، بن الزفنه العامري مع مقدمة الشوط ومع الصدارة. بينما بدوري أنتقل إلى جزيل زيد بن راشد بن زيد بن محسن بن نديله مع المركز الآن الثاني وعلى المركز الثالث. يا سلام يا سلام، العالمي 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 العالمي، ناصر بن سالم بن سعيد الوهيبي مع اسم العالمي، اسم كبير ورائع ما شاء الله. بينما الدور دور المركز الثالث والدخول على الرابع بهذه القوة والتحديات والإثارة، قوة من شاهين سويد بن مساعد بن قران المنصوري الباحث عن التحديات، وصول من درب محمد بن جار الله بن سعيد بن ذروه المري. يا سلام، بينما القدوم والتحديات الواصلة مع هذه الأسماء الواصلة والمنطلقة وأسماء قادمة إلى ساحة المنافسة مع التحديات. الله الله، شوفوا الشعارات وشوفوا وصول من راهي محسن بن سالم بن عيد الجابري الواصل والمنطلق والتغييرات اللي جرت وطرت. يا سلام، إنه الشهم، اسم على مسمى، اسمه الشهم وهو شهم حمد بن راشد بن سيف بن مسلم الشامسي، ينطلق مع المركز الآن الثالث ويتسلل وعينه على المقدمة، عينه على صدارة الأسماء المتقدمة ما شاء الله. منذر، يا سلام، وسلالة منذر الرائعة والمميزة، هو اسم منذر واصل مع خالد بن حمودة بن الزفنة الحرسوسي مع اسم منذر ما شاء الله. أعود إلى المقدمة، أعود إلى الصدارة، أعود إلى المركز الأول وإلى صدارة الشوط وإلى التحديات وإلى القوة وإلى الشهم وإلى الناموس وإلى السلام. يا سلامي عليك يا مالك الشهم حمد بن راشد بن سيف بن مسلم الشامسي مع المركز الأول مع القوة، المركز الثاني شاهين سويد بن مساعد بن قران المنصوري مع المركز الآن الثاني وعلى المركز الثالث. شوفوا الثالث هناك، شوفوا الثالث هناك، الدخول من شعار الوهيبي الواصل والمنطلق والباحث عن الناموس والباحث أيضا عن الفوز والباحث أيضا عن ناموس مسيرة هذه الأسماء المنطلقة والباحث عن الفوز. الله 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 الله، اللي هو العالمي. بينما الدخول من هذا الشعار مشرف مشرف عبد الرحمن بن جار الله أيضا بالنابت النابت المري، خطير للغاية وقادم إلى الساحة بكل قوة. شاهين سويد بن مساعد بن قران المنصوري الواصل والمنطلق، الشارد وصل، سعيد بن محمد بن سعيد بن خيلة العامر. يا سلام، بينما هنالك الوصول أيضا من قبل حطاب حمد بن سالم بن راشد الكاسبي، ولكن أعود إلى المقدمة، أعود. حلق 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 ما شاء الله، حلق مع الناموس، حلق مع الذهب، حلق مع السلامات. عبد الرحمن بن جار الله بن عبد الله الناب المري، سلام مع الشرف، سلام سلام مع التشريف، مشرف مشرف المري النابت 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 ما شاء الله، مشرف مع المركز الأول. المركز الثاني أيضا قدم عروض رائعة، الشارد سعيد بن محمد بن سعيد بن خيله العامري. المركز الثالث الشبابي حمد بن عبد الله بن سالم بن سعيد العويسي مع المركز الثالث، وفي المركز الرابع كان حضورا من الشهم حمد بن راشد بن سيف بن مسلم الشامسي، وفي المركز الخامس وصول من العالمي ناصر بن سالم بن سعيد الوهيبي. ما شاء الله، التحدي والإثارة، الفوز والانتصار، ولكن حليفا حظا مشرفا مع مشرف. 5:57، 8 أجزاء من الثواني، التهاني والسلامات غادرت الحدود في حفظ من الله ورعايته
على ظهر مشرف المملوك للسيد عبد الرحمن بن جار الله بن عبد الله النابت المري والسلام، ذهب مع مستحقي المركز الثاني عروضا رائعه ومميزه، كان حضورا كبيرا ومميزا مع الشارد سعيد بن محمد بن سعيد بن خيله العامري. والتوقيت الزمني مشاهدينا متابعينا الاعزاء 5:59، اربع اجزاء من الثواني بينما القصه الاخرى والثالثه المتحديه مع هذه الاسماء المتحديه الشبابي حمد بن عبد الله بن سالم بن سعيد العويزي 6:00 وسبعة أجزاء من الثواني. تهانينا والناموس لكل الفائزين. الشوط الآخر والختام ينطلق، والزميل راشد أيضا بن علي الزرعي.